البرنامج. يلا توزاليه والله ما نتذكر يعني في ملعب مصطفى تشاكير بطريقة جنب الماضي. دقيقة المباراة هذه ضد ناميبيا. طبعا كما شاهد جمال بالماضي كان قائد الفريق، قدم نظن أداء راقي في هذه المباراة، ودائما كان يفكرني بحرارته الله، هذه لقطة الهدف للفوز. توزالين. حتى اللاعبين والله غير نسيتهم. من سجل لاعب أحببنا كثيرا في المنتخب الوطني هو كراوش اللي قدم مستوى رائع، إلى جانبه طبعا داود أبو عبد الله أيضا كان في المنتخب، هو الذي انطلق، هو الذي مر كراوش بالرأس يسجل الهدف الأول، الهدف الوحيد في هذه المباراة كما قلت زالين، لعبت في ملعب مصطفى تشاكر. هذا شراد هو الذي مررها لي بالماضي وسدد وكاد أن يسجل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري. بالماضي الجمهور كله كان يتفاعل آنذاك معه في ملعب مصطفى تشاكر، بالماضي ينفذ التماس يلعبها مع زميله. طبعا اللي قلت بأن كراوش انصردين، هذه واحدة من الفواصل المهارية لجمال بالماضي، قائد بأتم معنى الكلمة فوق أرضية الميدان لما كان لاعبا. هذه واحدة من مراوغاته توزالين، يحتفظ يوزع يقدم كرة من ضيع، هو شراد اللي في ضيع. وضعية صعبة، يعني المدرب يقدر يدور المدرب توزالين ويسدد ليكنز. نعم ليكنز انا ذاك ليكنز اللي عاد المنتخب الوطني بعد ذلك في تجربة فاشلة في عالم. هاي الإعادة، المراوغة، المهارات. شوف وضعية صعبة، قدر يدور ويسدد الكرة ويوزع. شراد اللي سجل في نهاية كأس أمم إفريقيا بتونس أيضا، للأسف مشواره لم يكن متميزا مع المنتخب رغم مهاراته، حدثت له مشاكل في كأس أمم إفريقيا بتونس، هذه آخر لقطة للمنتخب. مهارات طبعا جمال بلماضي كان قائدا بأتم معنى الكلمة للاعبين، للأسف مشواره مع المنتخب كلاعب لم تكن نتائج، وشأت الأقدار أن تأتي الألقاب كمدرب حسين. طبعا هذه حياة اللاعب والمدرب، بعض الأحيان يكونوا الحظوظ يكون عندك كلاعب وما يكونوش عندك كمدرب. الآن حظوظه كبيرة مع المنتخب وهذا هو الشيء المهم. قبل أن نختم بالمنتخب الوطني